باش واحد يمشي يقول عن مجلس معين يسير حسب هواه، هذا ظن عنه ما هو ذا المجلس. قد يعود مجلس ثاني في زمن فايت ثاني، قد يعود كان يسير تسير حسب هواه. ولكن احنا هون يجينا ثلاث تفتيشيات في السنة. تجينا أولا تفتيشية من وزارة الداخلية هذا كل سنة، وتجينا تفتيشية من وزارة المالية، وتجينا تفتيشية من المجلس الأعلى للحسابات، ثلاث تفتيشيات. وبالتالي نطمنك وكون يعني مرتاح بأنه تسيير مجلس جهة الداخلية وادي الذهب بشهادة الجميع، بأنه يسير طبقا للقوانين اللي متعارف عليها واللي وإذا كان حد باغي نحن نعطوه التقرير باش يستغلوا لأغراض سياسوية، احنا التقرير دوره لا يعود في تحسين التسيير. ولكن